برد ورعد وتلج وريح، وهالمجنون يجت لعندي ما بتصور شو بيصير. السيل اخذ كل طيب ممكن احكي شو اخبارك؟ الضيوف ما اجوا. طيب ايش الجو شتاء. طيب اسمع اقول لك شغله، مش بتدوري عريس؟ صير زي هالنسوان، اخبزي، اكبسي زيتون، اعملي شغله بهالشتاء. عن جد والله العظيم هناك بتاكلي جاهز بيتزا وبرجر. اعملي لك شغله زي هالنسوان. عندي حساسيه لبيتزا وبرجر. عندك حساسيه؟ طيب اعملي زيتون. طب مزبوط. طيب اطبخي. طيب طب انا عندي فكره. شو؟ من غير انا اطبخ واعمل جو بالبيت. انت مشان الضيوف اليوم ما جوش عشان الدنيا شتاء، جاي تتبلي علي انا عشان ضيوفك ما اجوا. لا عندي فكره عشان الجمهور ينبسطوا اليوم بالحلقه. شو بدك؟ ليش ما نطلع عشان نرحب الدنيا بالجمهور شتاء؟ اول شيء كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ الجو شتاء وجميل وما شاء الله بيتي عمران بالدفى والهذا، والله متجمدين. كملي. الدنيا شتاء برا. فانا بحس انه بيكون كتير حلو اذا انت بتاخذني هيك على لفه رومانسي هيك. تفضلي. خليني اشوف، بدي اجيب اغراضي. يلا يلا يلا. ابو الرومانسية انا، ابو الرومانسية. تعالوا. على حبيبي كيف فرحتك؟ كيف؟ لا 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 عادي. السلام عليكم. كيف فرحتك اليوم بالتصوير؟ انا فرحتي تولي زهقانه بالاستوديو. واخيرا طلعنا، يعني ما كان بالضبط السياره اللي انا اكتشفت، بس انه هاي سياره الاحلام الكل بتمنى هاي. هي لسه كشف ماشي الحال. شو المي؟ هاي ما هذا زي ما بقولوا انه ببروك شو طبيعه الشيء. شو هذا؟ ما بقدر، ما بقدر اسكر الشباك. دخل مجاري بفمي شوي. عاد عرفت شو ماكل اللي جبتهم. عرفت شو ماكل؟ هذا هو الشتاء في الاردن. ما بسكر. جد جو جميل. لا بسكر. هيو سكر. ايوه. طب لا خلينا نسكر. طب انت شايف؟ شايف ما شاء الله، بس نخش بسياره بتعرف اني انا شايف. هاي الاجواء الرومانسيه. طب وين رايحين انت؟ وين بدك انا باخذك؟ يعني الصراحه يعني انت بنت ما شاء الله عليك، اول مره بدك تعيش الشتاء باجواء سياره حلوه كثير، صح ولا لا؟ يعني بسياره كشف مثل هيك اكيد بتجنن. ما لك عندك ايش بتعرف لما الناس هيك بلفوا؟ شو الاصوات هاي في السياره؟ لما ايش؟ هي الحرام. وين الحرام؟ الحرام هذا. خليه بس تبردي، بس تبردي شوي. رح يكون وات عليها ماي؟ رح. لا هذا اوفن بلو. ايش؟ اوفن بلو. هذا الحرام اوفن بلو، يعني لما يجي عليه المي بيروح لحاله. ايش يعني اوفن بلو؟ من اسم انجليزي من عندي. اوفن بلو؟ شو بسموه لما القماش يجي عليها مي ويتروح؟ واتر بروف. واتر بروف. اوفن بلو؟ اسماء لغات. بس بتعرف كيف الناس لما بلفوا بالسيارة هيك بروحوا بياكلوا؟ بجيبوا قهوة، بروح عند بيت أصحابهم. هسه بجيب لك كل شيء، مش بدك تنبسطي بتطلعي بلفة الشتاء هاي؟ شوفي كيف، خلص، بس أنت لا تضلك تحججي إني أنا ما بطلعك. إيش يعني؟ يعني أنا باخذك في كل مكان. فضحنا كل الناس تتفرج علينا. لا جد؟ والله. إيهي أنت معروف؟ معروف بوادي السير بس. هسه باخذك على وادي السير، هسه باخذك لفة على وادي السير. طب ناتاليا ما دام إحنا هيك ومشاكل هيك، ليش اليوم ما نروح نزور الدكتور فلاح؟ يعني نشكي له همنا مرة ثانية. أنت تعبت نفسيا كمان مرة؟ صراحة شوي قاعد بعاني. أنا صراحة أموري كويسة، بس إذا أنت بدك تروح. وأنا بدي أروح على الدكتور نفسي أقول له ليش هي كويسة وأنا مش كويس؟ أنا باخذك عادي، ما عندي مشكلة إذا عن جد يعني بتحس بدك تحكي مع. لا ونتسلى عنده، إحنا عاملين لفة عاملين، صح ولا لا؟ أنت ما أنت شايفني أنا اللي مسكر الطريق تاع السيارة. مين معصب؟ هو معصب علي. انا بقول له
وراح يسمع عشان او يضربونه من اربع شباب حبيبي الله يسعدك. شكرا. طب في من شو هاي مالها؟ السيارة تركز. شوفي يما شو هذا؟ في سليبري يما فواز مال السيارة. والله العظيم ما بعرف. مش جبنا بيك اب جديد؟ ايه؟ مش جبنا بيك اب جديد؟ اه بس ما بعرف شو مالها ورب الكون ما دخل. شو السيارة هاي؟ ناتاليا امسكي اعصابك. ايش؟ امسكي اعصابك. ايش يعني؟ يعني على مهلك، لا تخليني ازعل منك اضربك على وجهك واحنا قاعدين بالسوق. دير بالك. شفت كيف برد هو؟ شو شمال السيارة؟ عشان تشوفوا قد ايه برد بالسيارة هاد. انت هيك رومانسي اه بتخلي البنت تبرد زي يا اخي مال السيارة بتلق؟ ليش قديش سرعتها 30؟ هي توك توك؟ هي سيارة توك توك؟ شو سرعتها؟ راحت. شو هاد بريتي؟ ايه هاي بدل كونديشن. اشعر بالبرد يغطي. هذا هيك 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 شوفي حالك. بردت والله، بردت والله برد. لا بس حلو جوها. اه كتير حلو انك تطلع تمشي بالشتاء، تمشي بالليل. اه لا تلعب بالتليفون قاعدين بنصور. اه شو تشيكي على مسجات احنا طالعين تصوير لو سمحت. شكرا. ايش محترم هذا الزلمه صاحب القناه. بلكن سنجل ده. هذا صاحب تلسكوب. اه والله لو مش صاحب تلسكوب ما مش طب فواز فضحتي. تقولي ماخذه وحدك رايحه تولد. طب هلا عيني سؤال. اسالي بدون ما تبيني. اسالي بدون ما تبيني. الناس الاجواء ايش؟ الاجواء هاي الشتويه بدها سحلب. لا يا حبيب. يا انت بتعرف كل تفاصيل. اه بعرف كل التيك لا بعرف كل التيك توك. انت نمبر 1 ستوكر. نمبر 1 كان بدي احكي انه الاجواء هاي الشتويه بدها سقفيه. مش حبيبه. مش عاجبتك تخلي البنات هيك ببردوا بسيارتك؟ مش عاجبتك السياره؟ اسمعي اعملي هيك، اعملي هيك، ايوه اعملي على بس على عيونك. اوكي هسه. كيف عامله حالك؟ طب بدنا موسيقى عشان هيك نعمل جو زي ما مسيطره اخليك مسطره. طب حطينا عندك على التليفون صوتك عالي عندك، انا السماعات كلها مضروبه. ماشي عن جد بدي موسيقى عشان كيف رح يتلوا علينا. حطينا اغنيه هيك حلوه. كيف بدنا نعمل سبيكر سيستم؟ هيك عشان هيك يجوا الشباب المسيطرين. اي مسيطر يشوفنا بالشارع. مسيطرة امشيك مسطرة اخليك لو شفت في شارع تتبص لورا. الله عليك. الله يعني اغني على الموقف اللي احنا فيه. يا رب انك تتجوزي واحنا طالعين بهالشارع ونخلص منكي. ايه يا ريت تتجوزي القط لك واحد ياخذك. ندخل من هون عشان ما نقف على الاشاره. واو شو انك ذكي. لا ما شاء الله معلم. ايه وطي وطي وط. شو المي هاي؟ شو المي؟ عادي 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 كونديشن هذا. شو الله السياره فيها كثير شغلات حلوه. ليش ما الشباك هذا يدوي. ايه هذا يدوي لازم تطلعي برا وتعمل هيك بيدك. بس تقدر تطلعي من الشباك. افتح الشباك وامسحي بس قدامك. اطلع افتح. ايوه افتح. يلا اطلع امسحي. اعطيني تليفونك. اطلع امسح. يلا اطلع اصورك من عندي. اصورني. يلا 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 اعمل حالك مش شايفه. دير بالك عشان في امسح القزاز. طب يلا اطلع امسحي. امسحي من برا. لا في امسحي. ايوه امسحي كمان ومن عندي.
ايوه اطلع طلع راسك امسحيه مش قادره اوكي امسح القزاز من قدام امسح القزاز من هون من هون اطلعي اطلع راسك طلع راسك هينا وقفنا اطلع راسك ايوه امسحي امسحي خلاص تعالي 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 خلاص لا تقعي تعالى تقعي تعالي لا تقعي تعالي صار اسمع مش عارف اصورك مسحتيه؟ اه مسحته هلا بالحبيب هلا بالقلب هلا بالقلب هلا بالحبيب أنا بالحبيب المعشقها ولا حطينا راغب علامة جو رومانسي شي ثاني راغب علامة؟ اه رح تخليني أبكي زي الغيوم اليوم رح تخليني أبكي زي الغيوم اليوم زي الغيوم؟ اه يلا خلينا نشرب كافيين نشرب قهوة سهران ناخذ قهوة هذا مطعم طيب ليش ما ناخذ عدس وناخذ هيك عدس؟ عنده عدس تشرب عدس ولا عندك عندك جلوتين فري جلوتين فري بس لو ده في عندك فايند كم هوت شوكليت هوت شوكليت فيه يا هوت شوكليت اعطيني واحد هوت شوكليت وواحد ينسون يلا يا حبيبي رهيب حبيت المحل محل بجنن فيه كل شيء شفت انت حكيت انه هذا المحلات ما عندوش طب وين نحط القهوة وين نحط القهوة بايدي شو سوق مع ايد واحد ما في معلم ما تفللهم نوك الهواء ما تفلل ما تفللهم اه معك زرافة معي معي عشان انا معي ما فيش معي غير ليرة هي ليرة ما راح يكفي لها شوكليت في ليش يا اختي هو شو حاط لك دقيقة شوكولاتة اقعد هي معي خمسة والله معك منيح الحمد لله برامج ها قبلت الكاسينة ببلاش عشان صح بدنا والله انك شاطرة صايرة تجارية احنا بنترك العالم الاغنياء وبنروح ندفع كل المصاري ونجي نتشاطر على هدول يا عديمة الاحساس ما عندك احساس عندي احساس انا ينسون بدي ايش جي دي واحد عنا جي دي وان جي دي وين احنا بالبتره انت قلت لها وان جي دي لا والله شاطر هيك لازم والله صحيح والله يعطيك العافيه شفت كيف شاطر بحكي اكثر انجليزي منك يا فواز لا انا قلت وان جي دي عرفت وان جي دي ماشي خلاص فكرت حالك بالبتره نون والله سخون؟ يعني ما بتشوف؟ أجواء بس كيف الأجواء الرومانسية معي بالشتاء؟ على الآخر شوف كيف؟ لا أعمل سمايل مين أقبل عايز؟ إيش؟ نايف لا كبيها هون بالسيارة وبعدين حطيها تحت أرميها أيوة وين عرم الله وين عرم الله مبنى حبيبي وين عرم الله الحلو إنه ما في شتاء هسا إيش؟ والله ناتاليا ما بتقبل يلا دخلنا في الحيط يلا لما تكون محاصر بكتير جدران رح يجي اليوم اللي تخرج فيه لحتى تعمل التحول الكبير هلأ صار الوقت لحتى تغير لأنه رح نحكي مع اللي بيقدر يساعدنا لما يسمعنا
عائلة مزارعة، الزراعة متأصلة فينا، بس الميزات اللي عندنا والرعاية اللي عندنا والحظنا بالوضع الجغرافي والوضع البيئي تساعد على النضج، تعطي طعم خاص، هذا الطعم غير موجود في أي تمور أخرى. بهارات مكدوس وعسل كله عنا، تعال تدلل. احنا مين؟ احنا مشكل خيرات الاردن عنا، وزواكي فلسطين كمان، وطرش عراقي ابدعنا، ومزت سوريا ولبنان. ولاو وين انتو؟ شارع المدينة احنا، واللوكيشن رح يدلك، واذا مش قادر توصلنا وصي واحنا بنوصل لك. بزبطش معي، بدي اسافر انا. على كيفك عنا التغليف، للسفر لقينا لك حل. حاب تدوق؟ هاد رغيف، ويلا تعال عم شكل. شكل فخامة السفرة المشرقية. دكتور كيف فوتي؟ تاخذ معك؟ اهلا وسهلا. اخ كيف الكبسولة اللي جيت فيها؟ يعني مش طبيعي، السيارة هاي مباشرة من المريخ. بدي دكتور عظام، بديش دكتورنا. لا لا، ما هي نسائية وتوليد، بس هاي اكيد من المريخ جاي. ما شاء الله، شو هالسيارة هاي، شو هالابداع. اهلا اهلا اهلا. انت اكثر شخص ممكن يتحمل. وانا في ايش؟ انا تشلب، انا متحمل. انا ايش فديس از ايش حكيت لك بالسياره؟ يس يعني انت اهلا كيفك؟ المره الماضيه خليتني الدكتور مانجا، اليوم فواز اقوى وحده بتتحمل الدنيا كلها. نتالي يا شوفوا الجماهير، شوفوا المليون واحد. اعملي عيونك اني انا زايرك على بلد. سامع الاصوات؟ ها يا اهلا، يعني البطل فواز. هلا بالشعب. الله يعينك الله يعينك. فيش كلام فيش كلام يعني معقول. يلا بسرعه فوتني على المكتب. الله يسلمك يا رب، تفضلي. دكتور شلونك؟ جيناك من اخر الدنيا، الجو كان شتا وزي هيك. قالت لي وين نروح؟ قلت لها عند الدكتور نتسلى، احنا عنده، والزلمه مريح جدا جدا جدا. والله كان خياري انا اللي اجي عليك. يعني انا صحيح، اول شيء اهلا وسهلا. الله يسلمك. انا مبسوط جدا جدا، الله يسلمك. هاي يعني من احلى اللحظات على المركز. هذا انت بالتخريج انه انتم موجودين؟ لا هذا وانا ببو. لا عن جد؟ وانا وصغير. هذا كنت بكي جي 2. والله يا بس كان يعني طول حياتك دكتور. يس يعني انا انولدت. كمل. يعني خليني احكي لكم شغله، انا عن جد مبسوط منكم، وانا مبسوط بانكم جايين بهالطقس. بس اسالكم سؤال. تفضل. بدي اسال نتالي، كيف الامور بعد المره الماضيه؟ كانت الامور مهيبره معك؟ يعني اخر مره لما انت اجيت كان عن جد الوضع، يعني كان بدي اطلق من البيت، يعني كان بدي اروح. بدي اطلق من البيت؟ انا اللي بدي دكتور ولا هي؟ تقول لك بدي اطلق من البيت، بدي ما تقول انا بدي اطلع من البيت. احرب من البيت، احرق البيت. هاي على الترجمه هي يعني انا ويولع بيتي وترن على دفاع المدني، تترجم تاع دفاع المدني راح يطفي بيت ثاني وانا اولع. يعني ما بعرف انا شو اسوي لك شغله، شو اسوي معها طريقه كلام. صرت اتعلم نكت بالانجليزي مشان اضبط موضع البيت يا زلمه. يعني كونها يعني اجنبيه ناطقه باللغه العربيه. اذا ما هي بتحكي كثير، كلامها كثير حلوه. اذا ما هي بتحكي كثير، بقول لها خذي 1000 واسكتي، بقول لك خذ 4000 واسمعني. دوشه مخي، راسي انأكل. خليني احكي عم بحكي، راسي انأكل. بدي احكي شيء هلا للدكتور كثير مهم. فاخر مره كثير كان كثير سيء صراحه، بس بصراحه بعد ما انت اجيت
صار الوضع احسن يعني كل مره بحس انه اه تحسنت يعني شوي تحسن فواز يعني شوي يعني مش زي اول شرس تحسنت يعني ما بكرهه هلا ما بكرهه بس هو بيحبك على فكره يعني كاخت يعني احكي لك والله ما بحبك كاخت ولا كحبيب ولا كاي شيء والله قرفانها والله سق الله وانا طالع من الدار يا زلمه سق الله وانا طالع من الدار يا زلمه طب انا حكيت لها ولا تقول لي بحبها ولا تقول ولا اقول لك ما تعالجتش اقول لك انا اقول لك عصبي اكثر من اول يلا راح راس لا لا فعليا ممتاز ممتاز دي دكتور بالله عليك ليش متضايق ليه متضايق راح الدكتور بس خد لك انت كل محل بتروح والقران اسف لا بس خلص خلص نعمل زي مسلسل هيبه اهرب هذا الجزء وهذا الجزء على الجزء الثاني يعني والله اليوم اليوم قطع راس الدكتور فلاح والله ما عاش لك قطع راسك وراك زلام ها الله اكبر وراك متابعين ما شاء الله انا كثير اسف دكتور تعرف اخر فتره لا تحسن بس في اشياء عم بيعمل كثير واخر حلقه نفس الشيء عم بكسر كل شيء خلص بس يتحمس بكسر اشياء كسر الطاوله زي ما تقول عصبي زي ما تقول مخي زفت زلمه الله يسعدك زلمه بس انا يا دكتور بحبك الله بالله هسه انساني من موضوع البرنامج اكيد قاعدين بصوروا هيك بس انت انسان مريح صح انتوا صورتوه بكسر الامور صوروني صوروني اكيد دكتور انسى هذا عن جد كل اللي انا بحكي انا زرتك اكثر من وانت بتعرف اني انا زرتك هذاك اليوم زياره خاصه طبعًا. عندك طبعا طبعا بحسك عن جد انسان مريح طبعا وانسان وجهك يستقبل اي حاله بتجيك يعني عن جد احكي لك اياها بصراحه انا لما نزلتك عندي دكتور في ناس بيجوا عندك جزء في ظروف خاصه واشياء زي انت عن جد تقول عني مريح قسما بالله طب احكي لزوجتي هذا الحكي هي مش مرتاحه كل النسوان زيك كل النسوان زيك عن جد بس انت ممكن تشش فينا كنا الا المره لا بس 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 بس, بس انا زرتك دكتور والكومنت اللي انكتب عندك عندي انا وريته للدكتور معتصم عندي دكتور معتصم بوجه له تحيه نعم قديش الناس اللي اجت عندك مرتاحه وبحبوك حبيبي حبيبي عن جد والله يعني انا شهاده يعني شهاده انا حبحكيها هسه علنا انت معك شهاده لا شهاده تطعيم لا ولا شهاده سواق تسخر علي وانا بمدح فيه لا 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 مش هاي الفكره يعني انا مش عارف عادي. يس يعني ايش فيه يا اخوان انا ما تعالجت قطع اعلاني نرجع لزوجتي زوجتي شركه دربي وانا كثير بحبها دائما بتقول لي نفس الكلام فلاح الناس دائما بترتاح معك عن جد وانا من هون بقول لك عن جد مش مزح انا كثير بحبها فاهمها قولها اني بحبها زوجة فلاح تميمي بيحبك هو كثير بحبك بيحبك بيحبك وقاعد بيحبك وقاعد بيطقس على ثاني اكيد هذا الدكتور وانت ليش مرتاحه وهذا دكتور عادي يا دكتور ليش عشان ما تفتحش نفسك على طول ما هو انت مش عشان انا مرتاحه ما مزيه ليش تحكي هيك لانه احنا قبل ما تشوف عريس شفتي لابس بدي ما هو اسمع ما انت رح تكون عريس المستقبل لمين انت ونتاليا اذا والله ما معي اكل جوازها من وين هاي بدها فنادق وبدها طلعات وجيات وروحات انت دكتوره يا زلمه ورث يا زلمه جدتك جدتي مطلوبه لا جدتك مقمرجية باقي لا لا هي يا زلمة ما اسكت معشر قضية بس 35 قضية لنتربون بس انا بحكي قدام نتاليا هيك لا بس احكي لك جدتك لا انا بسمع بعرف انه عندها ابار بترول وليش هي وين مولودة بالرياض؟ بالصومال يا زلمة والله طالع لها يعني حسستني انه هيك بس يا دكتور شكرا لك يا حبيبي واحنا ان شاء الله دائما بدنا نيجي نزورك شوف احكي لك يعني انا بدي اقول لك شيء اعطيني بس دقيقة اقول لك دائما انت بتقاطعنا انا نتالي اسف يعني اقول لك شغله هي بكل بساطة انه انت انسان كتير كتير طيب وكتير كتير حلو وانا عم باكيد بدي احكي لك بحتويك بس انت احيانا بتزيدها كتير ما يكون معصب على الاخرين واقول لك دكتور ايش ما عندك هذا الكرسي المريح عندي موجود في الغرف الثانية الغرف الثانية احنا بالمركز عندنا كل شيء موجود اسألني وانا هيك يا اسألك انت هيك هلا انت هيك صاحي ولا نايم؟ بس هي سبيت نص نص قد ايه عمرك؟ 36 لا خليني احكي
هلا هيك شوي العصفوره قالت لي انه انت مع هالجو تبع الشتاء شوي هيك مدبرس. والله دكتور عن جد هذا الجو يعني لما يدخل الشمس والشتاء وثاني يوم يجي الجو شوي حامي بالليل بيجي برد مع شتاء، شو هذا الواحد ايش بحس لما يكون تعبان نفسيا؟ شوف اول شيء اقول لك شغله، هذا المنخفض اللي اجى علينا هذا مهرب من الجمرك، يعني احنا هذا الموضوع مش هذا التهريب لانه ما حد حكى عليه 100% يعني وصل العاصمه بدون ما حدا يعرف. يس يعني هذا مهرب يعني؟ ما دفع ضريبه دخل دخل يعني فجاه اجى فجاه. هلا احكي لك شغله، يعني الجو بيجي بين الشتاء والصيف على السريع بيدخل علينا واحنا مش حاسين فيه. في عنا شيء اسمه الاكتئاب الموسمي، هذا الاكتئاب الموسمي بيجي في الاوقات اللي زي هيك، بعض الناس لما يجي هذا الشتاء بيصير في عندهم كآبة شديدة في المزاج وحزن، وبصير نومهم كتير وأكلهم كتير وما عندهم طاقة وما بدهم يعملوا ولا إشي. أكل كتير والنوم كتير وما بدي يعمل إشي. أنت لحالك عندك استاكوزا في الحمبلانس من وراء معرفتك بفواز، هذا موضوع تاني. استاكوزا بالحمبلانس؟ هاي بتيجي بين الشتاء والصيف. لا بتيجي كمخت على الفكاكس هاي. بس لا فعليا هذا الأكل كتير والنوم كتير هذا أنا؟ قولي والله باكل كثير وبنام معك معك شو اسمه الفكاكس هذا اللي هذا الفكاكس ودرس قاعد 40 ضيع من عمره عشان يداويك الفكاكس. لا بس هديان فواز انت مرتاح في الدار نايم هديان، وبعدين هذيك اليوم اجاني كان كثير اموره كويس واجيتي معه اليوم بس مش حرام عليك ايش كسل يعني. خلاص تحملنا كله جيبه هذا تبع الزيت كثير اسف لازم نجيب سوبر جلو وهو يعمل لك. لا هل يعني انا مكلفني تخيل انت بعد دراسه 6 سنين ولا 10 سنين يجي لزق راسك بسوبر جلو بس انت عارف اني انا هذا مكلفني بريزه بها قديش حق هذا التمثال دكتور 7 روش كله كامل تشتري بشلن ليش زعلان عليه كله بريزه طب ادفعوا له السبع قروش ما بدنا ندفع على الدكتور بده يخلينا نطلع هيك يعني هلا انا راسي كله سوبر جلو لا والله ما قلت هيك انا قلت تخيل فدكتور احنا بنشكرك كثير وانا بشكرك جدا وانبسطنا كثير واحنا دائما بنرتاح جيتنا عليك وان شاء الله يا رب زياراتنا تتكثر بس عليك بس قول لي امتى موعد العرس عرس مين انت وياه يا زلمه بجوز اجيك بحالي عن جد بدك تضلك تحكي زيك المره عندي بتشلني ليش؟ بس مشان الله ما صدقنا واحنا دكتور شكرني كثير هسه حكت مع زوجتي وحياه النبي قالت لها فواز بتفرج على البنات واحنا ماشيين بالسياره وانا زوجتي بتقول لي بس اي سياره هاي مش هي 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 مركبه فضائيه ولا زوجتي بتقولها ولا زوجتي بتقولها والله لا اعمله بيض عيون بس يروح والله اجل انا رب الكون انا اذا بتقعد معي جلسه ممكن اخليها ربنا يهديها وطلعك بالله عليك ان شاء الله لازم ما دام سمعت كلامك راح تاخذ بكلامك ان شاء الله دكتور شكرا لك اهلا وسهلا واحنا ان شاء الله نزورك كل شت ونضل جايين عليك شرفت حبيب القلب تفضل باي باي اهلا وسهلا تفضل في كيس النايل ولا شرفت زي شو